هذا النشاط قسم الأنشطة. حكت معي سترانا سلمي وبتقول لي في عنا نشاط خوارزمي صغير، شو رأيك؟ قلت لها أنا بالعكس هذا النشاطات يعني بأهل مسهل فيها بالمدرسة، خاصة إنه هاي المدرسة في طالبات عندهم إمكانيات وقدرات رائعة جدا. فقلت لها إحنا رح نشوف النتاج. فلما إجا الأستاذ محمد الشيخ وحكى أنا عندي خوارزمي صغير وعبقري الذكاء الصناعي، قلت له قال لي رح تشوف النتاج. قلت له مستحيل أنت بتحكي هيك. قال لي رح تشوف من أول حصة. وفعلا بلش يعطي أول حصة وجيت أشوف النتاج. قلت له والله أنا كتير متفائلة بالوضع ورائع جدا، ما تخيلت إنه طالباتنا يكون عندهم قدرات بهي الطريقة. هاي المسابقة اليوم اللي بتنعقد مع مدرسة الحاج محمد هي مسابقة على مستوى هذه المدرسة، حيث كان في استهداف لطالبات الصف الخامس وعددهم 230 طالبة، ومن خلال الاختبار الأولي تم عقد هاي البطولة لمئة طالبة من البرنامج، واليوم راح نشوف النتائج وتأثير البرنامج خلال فترة بسيطة. تلقوا تدريب، هو معسكر تدريبي لفترة شهر واحد فقط. احنا بيعطونا ورق وبيكون مكتوب عليه مسائل وبنحلهم. هي ما كانتش كتير صعبة، بس فيها يعني انه فيها صعوبة، وكمان انا يعني بالرياضيات صرت اقوى، وكمان كتير انبسط مع الخوارزمي، بتخليه يفكر احسن، وشو اسمه بصير يهتم للوقت اكثر واسرع بصير وبيفكر اكثر. اليوم نشاطنا هو عبارة عن مشروع تم تسهيل مهمته من قبل وزارة التربية والتعليم لتنمية قدرات الطلاب بالجانب الذهني العقلي التركيز، بالتسهيل مع مؤسسات الخوارزمي الصغير والذكاء العقلي. فعلا في البداية كنا يعني مستبعدين أن يكون يقدر الطالب خلال فصل كامل أو خلال 3 شهور تقريبا أنه يقدم أو يتطور بعملية الذكاء العقلي، علما بأنه تأخذ من خلال نشاطات أو من خلال استراحة، من خلال ساعة صباحية، من خلال نهاية الدوام. طبعا من البداية كنت على اطلاع على هذا البرنامج، اختاروا فئة من صفوف الخوامس لبرنامج الخوارزمي الصغير وتنمية الذكاء العقلي. أنا بنصح كل الطالبات يشاركوا فيه، سواء كان تحصيلها الأكاديمي منخفض أو مرتفع ما له علاقة. ولاحظنا كتير تقدم من الطالبات ضعيفات التحصيل في هذا البرنامج. بشجع الأهالي وبشجع كل الطالبات. إنه لما أحب أحسب بحس حالي صرت أحسب أسرع وأذكى شوي، وبحس حالي هيك اتطورت أكتر وأنا بحل بالرياضيات وصرت أحب الرياضيات أكتر. حابة أحكي عن موقف صار مع الأستاذ محمد. هو بيجي عندنا بعطي برنامج للذكاء العقلي لعدة صفوف، فأنا كمعلمة لغة عربية بعرف مستوى الطالبات، في منهم مستوى عالي، مستوى متوسط، مستوى ضعيف. فهو عمل لهم امتحان، فأنا وأنا أطلع على نتائج الامتحان وجدت اسم بنت هي ضعيفة في القراءة وفي الكتابة وفي جميع المواد، يعني احنا معلمات ونعرف مستوى الطالبات، فبسأل المعلمات هي ضعيفة في تقريبا جميع المواد. فأنا براجع الأستاذ محمد بحكي له أنه يتحقق من النتائج يمكن في خربشة أو شيء. فلما حكى لي أحضر الطالبة يعني جيبي لي إياها، فجبت له الطالبة فعاد عليها ورقة الامتحان. فلما الطالبة أجابت أمامي على أسئلة الامتحان فعلا نالت على علامة كاملة. أنا كمعلمتها وعارف مستواها تفاجأت بالذات هاي البنت اشتغلنا عليها من بداية السنة وأحضرنا أهلها أكثر من مرة عشان نشتغل عليها، يعني نحاول إن نحسن في مستواها، والمديرة بتعرف كل المعلمات بيعرفوا. ففعلا يعني أنا تفاجأت بالنتيجة إنها ما قدرت تحصل على
تحسن في المواد الثانية، لكن في الذكاء العقلي كانت تحسب بسرعة ونتائجها مذهلة كانت. فأنا بعرفش يعني اعتبرت اكتشاف للمواهب ليس فقط تعليم طريقة حسابية. اليوم نحكي عن موضوع مسابقة محلية في مدرسة بركات الأساسية في مدينة الخليل، راح تكون تقريبا مشاركة 100 طالبة. هاي المسابقة بتشتغل على حساب الذكاء العقلي بالتطوير والذكاء الذهني للطالب، كيفية السرعة، كيفية التركيز للطالب، بيشتغل على نمط أساسي وفكري إنك قديش نقدر الطالب يحصل على عدد مسائل حسابية سريع جدا بأقل وقت ممكن. هاي الفكرة أجت من منطلق وزارة التربية والتعليم وبإشراف كمان مدير تربية وسط الخليل وبإدارة كمان الأنشطة مع سترنا سلمي.